معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك أتيت جي أك إي. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار. التوزيع، المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إن يائير تأدفيه، بارك أهوية السماء. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم السادس من شهر أمشير المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب، يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أباكير ويوحنا والثلاث عذارى وأمهن بمدينة الإسكندرية. تربى أباكير تربية مسيحية وتعلم مهنة الطب، وشعوا به عند الوالي أنه يشفي الناس بالسحر، لكن هرب أباكير حيث انضم للنساك وكان يخدمهم. أما يوحنا فكان ضابطا كبيرا، فلما سمع بخبر أباكير ذهب إليه في الصحراء وسكن بجواره، واتخذه معلما له في الفضيلة. سمع القديس أباكير بخبر القبض على أثناسيا وبناتها الثلاث أيام دقلديانوس، فأشفق عليهن لئلا يضعفن، فذهب لهن. فأمر الوالي بالقبض على أباكير ويوحنا وتعذيبهما، وأمر بقطع رؤوس أثناسيا وبناتها الثلاث ليرعب أباكير ويوحنا. وبعد سلسلة عذابات نال القديسان أيضا إكليل الشهادة بمنطقة سميت أبو قير نسبة للقديس أباكير. دفنهم القديس يوليوس الأقفهصي في مقبرة بقرب كنيسة ماري مرقس بالإسكندرية. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 1079 للشهداء 1363 ميلادية، تنيح البابا مرقس 84 من بطاركة الكرازة المرقسية. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس زانوفيوس، بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير. التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا، وفيما هو يكلمهم بهذا
ابتدى الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدى يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلنا ولا خفي لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذنى في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه.
وانا مفيود مشيبا بن الله السواب ونوتن ونوت امين باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس في كنيسته الى الابد امين. اليوم 6 امشير السبت 13 فبراير لعام 2021 كنيستنا المتشدة بالروح القدس في هذا اليوم تقرأ قراءات 15 هطوب وذلك في ذكر كل شهداء الأقباط. وقراءات 15 هطوب هي قراءة شهادة القديس العظيم مريمينا العجيبي لأن سنكسار هذا اليوم هو استشهاد القديس أباكير ويوحنا لذلك تقرأ هذه القراءات. ستدور كلمتنا حول 3 نقاط رئيسية هي إيمان الشهداء مكافأة السماء ربنا يتسلم خدمته باعتناء. إيمان الشهداء نرى في إنجيل عشية وإنجيل باكر كلام في غاية الأهمية يوضح لنا كيف إن الشهيد وهو يتقدم للاستشهاد يكون عنده حالة إيمانية قصوى زي ما قال الكتاب المقدس ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل الذي يحبونه. فإزاي الشهيد بيقدم رقبته لأجل حبيبه وربه السيد المسيح؟ بنجد أنه بيقول لستم أنتم المتكلمين، ده في إنجيل باكر مرقس 13، لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس، لأنه بيقولوا متى سقوكم إلى أولى وملوك لا تهتموا بما تقولون أو بما تتكلمون لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم يتكلم فيكم. كذلك نرى في إنجيل القداس يتكلم أيضا ويقول لا تخافوا، ودي وعد إلهي أن لا تخافوا ممن يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر من هذا، بل أريكم ممن تخافوا اللي بعد أن يقتل الجسد له أن يهلك الروح أيضا. كذلك نرى مزمور القداس اللي هو مزمور 33 بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعهم ينجيها الرب، عظم واحدة من عظامه لا تنكسر، وده من ضمن الوعود اللي بياخدوها أبائنا الشهداء إن حتى لو كتبت أتعبهم لكنها محفوظة عند ربنا. تقول التسبحة يأتي الشهداء حاملين عزبتهم ويأتي الصديقين حاملين فضائلهم، وكأن كل شهيد حينما يأتي في مجيء السيد المسيح يأتي في مجيئه الثاني ويأتي معه الشهداء والصديقين، يأتي الشهداء حاملين عزبتهم. العزبات دي صارت فخر ليهم، صارت سر مجدهم، وده ينقلنا على العنصر الثاني اللي هو مكافأة السماء. نرى واضحة وجلية في الإبراكسيس. الإبراكسيس في أعمال الرسل إصحاح 7 بنرى استفانوس الشهيد اللي هو أول الشهداء حينما وجه عينيه إلى السماء رأى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين العظمة. ما أعظم هذا المجد، من يرى السماء مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين العظمة ينسى أي ألام كان هو يرجم، ينسى الوجم وينسى الطوب النازل عليه وينسى الحجارة النازلة عليه وينسى الآلام في مقابل مكافأة السماء. لذا نجد مزمور عشية بيقول عجائب الله تظهر في قدسيه، عجيب هو الله في قدسيه. من ضمن أسماء ربنا في العهد القديم، ودي واضح عامة في الكتاب المقدس مش العهد القديم فقط، ودي وضحت في أشعياء 9:6، يضع اسمه عجيبا مشيما إلها قديما، عجيبا لأن ربنا عجيب في كل أحمال. الإنسان بطبعه البشري من يحتمل العذاب ومن يحتمل الاستشهاد، لكن من عجبة ربنا ومن عجب ربنا أنه حول الاستشهاد إلى شهوة، وحول الألم إلى أمل، وحول الضيقة إلى فرح ورجاء في السماء. لذا يقول البولس عبرانيين 12 الذي يحبه الرب يؤدبه، وكابن أو كأب بابن يؤدبه، لأنه الأب حينما يؤدب ابنه لا يؤدبه يعني بيقسو عليه لكنه لأجل مصلحته. كذلك الكاثوليكون يصرخ ويوضح أنه إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. وكأن ربنا بيعطي الطوبة والتطويب للشهداء. من جمال كنيستنا القبطية الأرثوذكسية
تضع الشهداء قبل القديسين العظام في الوهبنة كأنبا أنطونيوس وأنبا بولا، وقبل الباباوات، وقبل من جاهدوا عمهم في، لكنها تضع الشهداء لأنهم بذلوا دماءهم من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. العنصر الثالث والأخير هو ربنا يسوع يتسلم خدمته باعتناء. هناك مجموعة من الوعود الواقعة في قراءات هذا اليوم، نرى من ضمنها لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم يتكلم فيكم. ما من خادم يخدم كلمة ربنا بكل أمانة إلا وأنه لا يتكلم هو بل ربنا هو اللي بيتكلم فيه. ربنا حينما كلم الأسقف حنانيا عن شاول الطرسوسي الذي صار فيما بعد بولس، هذا الكارز العظيم والوصول الذي قال عنه وقال عن نفسه أنه خدم وكرز أكبر أو أكثر أو أعظم من جميع الرسل، قال أن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. إناء مختار، وكأني الخادم هو إناء الروح القدس يملأه، امتلؤه بالروح القدس زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لتفيض كلمة المسيح بغنى في الخادم فيتكلم بكلمة المسيح. الخادم لا يتكلم من ذاته، لذا يقول لهم أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ومن ضمن الوعود برضو في قراءات اليوم، شعور رؤوسكم جميعها معصاة، عشان يجي أحد الخدام أو الشهداء مثلا يقول أني التعب إن كان شعرة من شعور رؤوسنا محصاة، ربنا عادد عدد الشعر، وكذلك أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وبعدين نأتي للوعد الجميل، كل من يعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة السماء. كلمة يعترف به في اللغة اليونانية إيمولوغوسي إن، يعني كل من يعترف في، بالإنجليزية إن مي، مظهرا أن الاعتراف بالمسيح لا يتحقق بالقوة الذاتية للإنسان، إنما ربنا ونعمته بتشتغل في الإنسان فيبتدي يعترف ب لاهوت مثلا السيد المسيح أو وده على سبيل المثال القديس العظيم أثناسيوس الرسولي، صار القديس أثناسيوس مضرب المثل في شرح لاهوت السيد المسيح، لأنه لم يكن هو المتكلم بل روح القدس كان يتكلم على لسانه. أما بالنسبة للإنكار فيقول من ينكرني، وكأني الإنكار من ذاته، لكن الاعتراف في والاعتراف في السيد المسيح. لذلك هذا يبين عمل ربنا في خدامه الأمناء. لذلك يقول القديس يوحنا ذهبي الفم، الرب غير مقتنع بالاعتراف الداخلي وحده، إنما يسألنا الاعتراف الظاهر، أي الشهادة بربنا، أو كل من يعترف فيه اللي لسه يلينا، كل من يعترف به حاسا إيانا على الثقة والحب العظيم. ولما كان هذا نافعا للجميع قال كل من يعترف به أو فيه كما ذكرنا باللغة اليونانية. وهكذا يتضح لنا من جمال قراءات هذا اليوم وجمال كنيستنا القبطية الأرثوذكسية المتشدة بالروح القدس وترتيبها، أن هذه القراءات تتمحور في ثلاث محاور رئيسية، وهي إيمان الشهداء، مكافأة السماء على هذا الإيمان، ربنا يتسلم خدمته باعتناء، ربنا يعطينا أن نكون خدام أمناء سامعين عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. له كل مجد وإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.